الان الى الطرف الايسر، هناك عمليه الاستلام الدولي السوري. احمد الصالح كرته داخل منطقه الخطر، اقترب من هناك لكن وصلت ومن ثم الى ركله مرمى محمد جلال قدوح. هناك الى علي هادي الى الطرف الايسر، علي هادي كرة الطويلة لجهة اليسرى، عملت استلام بالصدر لكن يبحث عن مساندة على استلام في المنتصف. كأس الاتحاد الآسيوي لضربة عصفورين بحجر واحد، نعم انه يحقق لقب بهذا الموسم وان لا يخرج خاليا، وكذلك يأتي باللقب اللي لم يسبق ان زاره. الكرة اللي خرجت بداعي الامان، هذه عملية السقوط على ارضية الميدان. علي هادي والتدخل اللي كان، علي هادي والتدخل اللي كان من سامي الهمامي. سامي الهمامي هو من يستعد للدخول. نعم محمد حيدر يستعد للدخول بهذه الممرات. عبد الله فاخور الكره هناك، تقدم نقله داخل منطقه الخطر، راسيه تبعد وتصل مره اخرى على مستوى وصفره حكام الممرات. نعم غيابات بسبعة نقاط، المنام البحريني بنقطة واحدة عندما تصدر وتأهل إلى الدور نصف النهائي، نصف نهائي الغرب. لكن بعد هذه المحاولة هناك اقتراب واصل إلى الطرف الأيسر ومن ثم إلى رمية إلى رمية التماس بالدور نصف. إن الكرة الماضية ركلة مرمى، نعم هذه عملية التدخل باللقطة الماضية وعملية المرور. الباشا، الباشا بكرته، الباشا لكن تنتهي هناك داخل المنتصف، وهذه كرة مرة أخرى، هذا هو محمد حيدر، حيدر إلى الطرف الأيمن، لكن الكرة انتهت هناك إلى رمية التماس لمصلحة فريقي. بكل خير وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه التغطية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث مباريات الجولة الأخيرة، الجولة السادسة من هذه المجموعة. ضربة أولى من أجل فرحة أولى لمصلحة فريق الوحدات عند الدقيقة الخامسة من أحداث شوط المباراة الأول. يحاول فريق الوحدات في هذه اللحظات، الوحدات من أجل ضمان التأهل، ضمان الوصول، ضمان التواجد في المرحلة المقبلة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. عرضية الكرة ملعوبة بالرأس، رامي حمادة، رامي يمنع الرمية الأولى، رامي يتصدى للرمية الأولى في اللقطة الأخيرة، كرة عرضية تأتي ولكن رامي حمادة على طول تصدي وردة فعل ممتازة من جانب حمادة في اللقطة الأخيرة. حمادة، حمادة على طول يبعد كرة كانت محققة للتسجيل لفريق الوحدات. العرضية وبداية العرض للوحدات، رأسية موجودة من سامي حمامي، سامي يا سامي، ولكن رامي يتصدى لكرة السامي. رامي حمادة، ذكرت لكم قبل قليل بأنه تاريخ هذه المسابقة، وصلنا إلى عام 2014، بينه ثلاث مواسم حققها، يعني هي البطولتين من عمر هذه المباراه، ولا زالت النتيجه بالتعادل السلبي. وصلت الان بمنتصف الميدان لمصلحه فريق الوحدات. موهوبين الكره عن طريق الجهة اليمنى، محاولة إلى الأمام لمصلحة هلال القدس أمام منطقة الجزاء، تمريرة خاطئة تعود عن طريق سامي، سامي حمامي، لمسة وتمريرة بعد ذلك من جانبية سامي في الجهة اليمنى، يمر يعدي سامي أمام المساحة، سامي بخطوات إلى الأمام وكرة بتعدي فيها رمية جانبية خضراء، رمية جانبية خضراء. المارد ينتفض، المارد ينتفض في شوط المباراة الثاني، الكرة بتعدي لخارج الملعب. هذا هو التونسي سامي حمامي، سامي حمامي كان كرة تالية، الكرة فيها محاولة، هذا سامي حمامي مرة أخرى يتدخل سامي، كرة بتعدي لخارج الملعب إلى رمية جانبية، برافو يا سامي أبعدها وخلصها إلى خارج الملعب. وهذا هو التغيير الثاني بهذه المباراة بعد التغيير اللي أجرى بالشوط الأول عندما دخل الثاري
بدلا من هانس بدلا من لاعب اللي ترك أرضية الميدان مصاب. نعم تحدث على عوز رامي حماته وكرة بمنتصف الميدان واصلة سجالة أين ستنتهي؟ أنتهت هناك لمصلحة فريق الوحدات وبكرة الاستلام فادي عوض وصافرة حكم المباراة تشير بالمخالفة. هكذا فريق الوحدات بهذا الموسم. نعم وحدات بهذا الموسم وما قدموا من مستوى وصل وقريب كان هناك على بعد 7 نقاط من المتصدر، لكن إثارة الدوري الأردني استمرت. هذه عملية السقوط على أرضية الميدان والصافرة التي حضرت من قبل حكم المباراة مونتي. هذا ظهر استاد عمان، نعم ظهر استاد الملك عبد الله الثاني.